هو دعي إلى أيباك بسبب ما يحدث داخل دولة إسرائيل، وهو يريد التأثير على الرأي العام داخل دولة إسرائيل، وبالتالي بشكل غير مباشر على المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بخصوص ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000 وملف 3000 لاحقا. الآن باعتقادي دعنا نتقدم خطوتين إلى الأمام. يعني أنا باعتقادي هناك سيناريو، هناك اتفاق سري واضح داخل كتل الائتلاف وبالأساس الكتل الدينية التي لا يوجد لها أي بديل آخر في الحكومة القادمة سوى يائير لبيد، وهذا أقرب إلى المستحيل. وبالتالي باعتقادي هناك صفقة واضحة جدا بين الأحزاب الدينية، هذا واحد، واثنين بين ليبرمان. الآن انتبه، يعني قانون التجنيد الآن ليبرمان بسبب الاعتبارات الانتخابية هو يريد من منتخبيه أن يدعموه، لكي يدعموه عليه أن يعارض قانون التجنيد، لأن الشريحة الأساسية لليبرمان هي الشريحة العلمانية والغير متدينة بشكل أو بآخر، والتي تذهب يوم السبت وتعمل في أيام السبت وتتجول في أيام السبت، وبالتالي ليبرمان ناخبيه هم معارضين لقانون التجنيد، هذا واحد. من ناحية وبالتالي رفض ليبرمان لقانون التجنيد يعني تجنيد أصوات لصالح ليبرمان، ونحن على قرب انتخابات، إن لم تكن بال 2018 فستكون بال 2019. من جهة أخرى شاس وهيروتا تورا، خذ كل الثلاث سنوات أو كل الفترة في هذه الحكومة الأخيرة، كان هناك قوانين كبيرة جدا وكثيرة جدا تدعم فعلا الجهات الدينية داخل دولة إسرائيل، من حيث الميزانيات، من حيث قانون يوم السبت وقوانين أخرى. وبالتالي باعتقاد الآن يعني تعنت شاس وهيروتا تورا على قانون التجنيد واشتراط التصويت على الميزانية بالتصويت على قانون التجديد، هذا من ناحية، ورفض ليبرمان هو لصالح الثلاث أحزاب. التواجد هنا والصراع والحل هو ليس لصالح الاثنين، الخلاف هو لصالح الاثنين، وبالتالي هناك اتفاق بأن هذه الثلاث أحزاب تريد الآن أن تختلف بينها لتذهب في نهاية الأمر إلى الانتخابات.